اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه مع دكتور احمد ثابت اللي هنتكلم معاه في تفاصيل مهمه جدا ليها علاقه بقى بالتحليل الرقمي. فريق باتشوكا المكسيكي، فريق بوتافوجو، المباراه خلاص يمكن على وشك البدايه بعد اقل من 13 دقيقه. هنتكلم في تفاصيل مهمه جدا، ومعانا بعض اللقطات النهارده دكتور احمد اختارها كده عشان نعمل فقره اكيد باذن الله هتنال اعجابكم. لكن في البدايه برحب بدكتور احمد معانا في برنامج الترند. نور الدنيا يا دكتور احمد. تحياتي ليك يا محمد، ودايما متالق كده ومكسر الدنيا. اخبارك ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله تمام. طيب هبدا معاك اولا كالعاده، اكتساح جماهير الاهلي اللي بتضع ان النادي الاهلي متفوق في جائزتين جلوب سكر للافضل. شايف الموضوع ده ازاي؟ واكتساح التصويت من خلال جماهير النادي الاهلي في الفئه والنسبه المحدده من اداره وجائزه جلوب سكر. في البدايه طبعا تعظيم سلام لجمهور النادي الاهلي. دايما في اي استفتاء تلاقي جمهور الاهلي بيرشح النادي الاهلي، ودي حاجه برضو بتبين لك الشعبيه، ان شعبيه النادي الاهلي هي الاكبر في الوطن العربي، ان ده مش كلام بيتقال، بيبان في الاستفتاءات. استفتاء زي جلوب سكر ده، يعني الاستفتاء اللي كان صعب قوي اللي هو بتاع الشرق الاوسط، كان المنافس النادي الاهلي اخذ 29.6%. ده استفتاء بالمناسبه الجماهير، يعني الجايزه 20% منها جمهور ولسه 80% منها عشان النادي الاهلي ياخدها راي النقاد الرياضيين والمحللين والاعلاميين. ف20% بتوع الجمهور النادي الاهلي دايما بيكتسح فيهم. النادي الاهلي اخذ 29.6 في و6 من 10، بعد كده الهلال السعودي 26.6، بعد كده العين الاماراتي 22.8، بعد كده النصر السعودي 20.9. يعني قدامنا اهي النسبه. فانت المنافسه الفرق العربيه النادي الاهلي دايما بيتفوق بفضل الجمهور في الاستفتاءات، دايما بيتفوق. يعني الاهلي، العين، الهلال، النصر، طبعا الاهلي اكتسح الاستفتاء ده. وبعد كده برضو افضل نادي في العالم النادي الاهلي كان الاول 32.9%، بعد كده ريال مدريد 27.4. دي الجائزه اللي كان خدها الاهلي قبل كده. دي الجائزه اللي كان اخدها السنه اللي فاتت بالظبط. ان شاء الله السنه دي باذن الله ناخد حتى جائزه منهم باذن الله. فدايما كده دي حاجه برضو بتدعو دايما للرعاه والحاجات دي، ان دايما الرعاه لما بيشوفوا النادي الاهلي دايما بيتصدر الاستفتاءات، دايما بيتصدر الجوائز، اكيد بتفرق كمان تسويقيا، خاصه ان احنا داخلين بقى على انتر كونتيننتال وداخلين على كاس عالم، بتزود كمان من التسويق بتاع النادي الاهلي. بمناسبه اكتساح جمهور الاهلي في الاستفتاء، رايك كيف استقبال الجمهور امبارح للفريق في المطار في قطر، سواء عند مطار حمد في اول الوصول او حتى في فندق الاقامه؟ مستنيينها من زمان، من ايام اليابان، فرح شعبك يا اهلي. دي يعني بصراحة دور جمهور الأهلي جمهور عظيم، دوره يعني دايما. احنا كسبنا العين الإماراتي، 80% من فوزك على العين الإماراتي كان جمهور الأهلي في استاد القاهرة. مظبوط، هم حتى العين قال كده. لعيبة العين أصلا، يعني أنا كنت بتكلم في الفنيات ليلة المباراة وبحلل لما بشوف الاستاد بتلاقي أجواء تانية خالص، بتلاقي لعيبة نازلة مخضوضة. ما اللعيبة دي بتنزل مخضوضة من شكل الجمهور والحماس الجماهيري وجمهور الأهلي. فعلا 80% من فوز النادي الاهلي على العين الاماراتي كان بسبب جمهور الاهلي. دور جمهور الاهلي بتروح اي حته، قطر، المغرب، تونس، الجزائر، حتى في افريقيا، حتى بره مصر، في اي حته خارجيه في اوروبا بتلاقي جمهور الاهلي متواجد، فدور جمهور الاهلي في كل مكان. والمشجعه اللي كانت موجوده امبارح عند المطار، المشجعه بقى دي بصراحه دي احسن لقطه في الاسبوع ده. يعني لو هي لقطه البطوله بصراحه، لقطه البطوله، وان شاء الله الفيديو ده يوصل للعيبه، واتمنى ان هم يكونوا شافوه. هم شافوه امبارح في المطار على فكره، وكان في تفاعل حتى من كهربا وامام عاشور. اهو الفيديو قدامنا على الشاشه، ما تيجي نسمع؟ طيب تعال نسمع يا جماعه. اهو التفاعل حتى. شوف حتى تفاعل اللعيبه معاها ازاي، كهربا وامام عاشور، ورايحه بتيشيرت الاهلي وصوتها مسمع في المكان ومبسوطه فرحانه. رابطه الاهلي كمان في قطر عامله شغل محترم قوي من بدري، من قبل البطوله بشهرين، قبل ما يسافروا الانتر كونتيننتال بيتجمعوا وعاملين تدريبات، وحتى لما في المطار قالوا لهم انتوا مش هينفع تروحوا تستقبلوا الفرقه لاجراءات امنيه، راحوا استقبلوا البعثه في ناحيه الفندق، وشفت الموتوسيكلات وحاجات، يعني كان الشكل كانت العام زفة. كانت زفة هناك عند الشكل العام، تحس ان في فرح. وجود النادي الاهلي امبارح في قطر بالتواجد رابطه الاهلي في قطر، كل التحيه ليهم، وان شاء الله ان شاء الله يكونوا هم سر الانتصار، زي ما كنتوا جمهور الاهلي في استاد القاهره كان السر في انتصار الاهلي 80% من قوه الاهلي على عين الامارات، ان شاء الله يكسبونا باذن الله يوم السبت كاس التحدي ان شاء الله. طيب مجرد ما الاهلي وصل قطر، التغطيه الاعلاميه والكلام على النادي الاهلي، وشفنا امبارح يعني
محلل لبناني بيتكلم عن الاهلي كويس جدا، محلل جزائري، انت بتتكلم فيصل الهجري وطارق مكور وفادي العمري وايمن جاده الاعلامي السوري القدير اللي انا دايما بسعد بسماع صوته حتى في الناريشن او التعليق الصوتي على اي تقارير او حتى تقديمه للاستديوهات التحليليه، يعني اعلامي سوري من الطراز الفريد. لما تسمع الاراء وهم بيتكلموا على الاهلي ومحللوا قناه الكاس اللي عندها الحقوق بالتاكيد واستوديو خاص عن استقبال النادي الاهلي. انت حضرتك قلت لبناني جزائري سوري. طبعا يعني كل التحيه ليهم، بس اللي يزعل هنا القنوات المصريه المصري او القنوات بعض القنوات المصريه مش بتدي النادي الاهلي حقه زي ما القنوات العربيه بتدي النادي. شوفوا يا جماعه، مش شايفين الحدث اصلا. شوف القنوات العربيه يا محمد بتتكلم عن النادي الاهلي ازاي. شوف يعني اللبناني فادي العمري بيقول ايه، بيقول الاهلي المصري سيد قاره افريقيا وشعبيته طاغيه في كل البلاد العربيه. هي التصريحات اهي معانا على الشاشه. على الشاشه بصراحه كل التحيه لقناه الكاس لانها عامله تغطيه ممتازه برضو للبطوله. الاهلي عايز حلقات عشان نتكلم عنه، الاهلي مش بس نادي القرن، الاهلي سيد القاره السمراء وعملاق الكوره في الشرق الاوسط. الاهلي شخصيه كبيره دخلت بيت كل عربي وانا من ضمن هذه البيوت. ثقتنا كبيره بالاهلي، الاهلي بمنحدر. ده كلام فادي العمري ده لبناني. هات اللي بعدها، بص على طارق مكور اللي هو الجزائري ده كان بيقارن الاهلي بريال مدريد، بيقول لك ان الاهلي المصري فخر العرب وافريقيا وبيوازي ريال مدريد في بطولاته، وقال ان لا يوجد في العالم غير فريقين بس عندهم ثقافه الفوز فقط، الاهلي وريال مدريد. قال كمان ان انا زرت النادي الاهلي من قريب، والاهلي مش بس 11 لاعب في الملعب، لا ده الاهلي اداره وملاعب ورعايه واكاديميات. الناس لازم تتعلم من هذا النموذج النجاح من النادي الاهلي، يعني ارقامه كرويا خياليه. هات اللي بعده برضو، الاعلامي طبعا الشهير ايمن جاده الاعلامي السوري اتكلم ان النادي الاهلي من اكبر الانديه في العالم شعبيه وجماهيريه، وكان بيتكلم على شعبيه وجماهيريه النادي الاهلي. ده اتكلم على نسبه كمان، قال لك 70 80% في الجماهيريه. وبرضو في الجماهيريه، وكان في الاعلامي برضو معاهم، يعني كان في اعلامي تاني برضو، هو ده كان في اعلامي برضو، يعني كذا حد اتكلم على فكل التحيه بصراحه ليهم. في قناه الكاس اتكلموا بشكل كويس قوي عن النادي الاهلي، تخطيط وصول النادي الاهلي. طب كل الكلام ده كويس قوي. طيب الاهلي بقى عنده مباراه في نصف نهائي كاس الانتر كونتيننتال، والاداء هيكون ازاي يوم السبت؟ الاداء انا بشوف ان لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني بيتحولوا في الماتشات المونديالية دي، بيتحولوا للاحسن. يعني احنا برضو قبل ماتش العين كنا مقلقين شويه ان الاداء قبلها ما كانش احسن حاجه، في ماتش العين شفنا اداء نموذجي، يعني كان ساعتها كنا متعادلين مع الزمالك في ركلات وكسبناهم بركلات ترجيح، وكنا خسرنا برضو السوبر اللي قبله وبعدين رحنا لعبنا العين. فالنادي الاهلي في كاس العالم بيبقى شكل تاني، سواء بقى التركيز بيزيد، دوافع مختلفه، الدوافع مختلفه، التركيز بيزيد بشكل كويس جدا، العامل النفسي، التحضير قبل البطوله، تحس ان التحضير سواء للعيبه او المدرب كمان بيبقى التحضير احسن، المذاكره بتبقى اكتر، الدوافع بتاعتك اكتر. فنفسيا انا بشوف ان النادي الاهلي في البطولات ما تخافش على الاهلي في الماتشات الكبيره. حتى لما كنا بنلعب ريال مدريد عملنا، رغم ان احنا خسرنا، بس عملنا ماتش من احلى الماتشات للنادي الاهلي ككوره. صحيح، النادي الاهلي كوره بيقدم قدام الفرق الكبيره، بتلاقي اللعيبه بتلعب اللي عندها. لعبنا فلامينجو قبل كده، لعبنا فلومينينزي، فلومينينزي ده اللي احنا خسرناه، يعني كان ضيعنا فرص كتير. فانت في الماتشات الكبيره ما تقلقش على الاهلي. طب ايه اللي يخاف او ايه اللي الاهلي يخاف منه؟ اللي الاهلي يخاف منه في بالنسبه لفرقه بوتافوجو مثلا، بالنسبه لفرقه بوتافوجو، ما انت هتلاعب واحد من الاثنين اللي هيلعبوا دلوقتي، الكسبان هيلاعب الاهلي. احنا عندنا فرقتين طبعا، فرقه بوتافوجو هي الاقوى وهي المرشح الاكبر. حتى النهارده في التشكيل مريحين 4 لعيبه، ليه؟ لان هم واصلين قطر، خدوا حوالي 16 ساعه طيران ووصلوا قبل الماتش بيوم، فالمدرب بتاعهم ذكي بيعمل تدوير وعارف ان باتشوكا، طبعا باتشوكا برضو فرقه يعني نوعا ما بوتافوجو اقوى منها بكتير، حتى القيمه التسويقيه فرق كبير جدا. فمريح 4 لعيبه ومثبت 6، يعني مثبت الباقيين كلهم، مغير 4 لعيبه بس عشان يحافظ على القوام الاساسي ويبدا يعمل تدوير ويدفع بيهم في ماتش الاهلي. اللي قلق منه في لو لعبنا بوتافوجو الضغط بتاعهم، الضغط العالي اللي بيعملوه، ما عندهم لياقه بدنيه عاليه قوي. انت عندك مشكله في تحضير الهجمه من تحت، في بناء الهجمه، مشكله فنيه. يعني منذ رحيل عبد المنعم وعلي معلول الخروج بالكره عندك في نوعا ما في مشكله، فانت بتقابل بكره فرقه على مستوى الضغط، الضغط بتاعها منظم جدا والضغط العالي يعني وشرس جدا وقوه بدنيه رهيبه. لو استعرضنا صور الحالات الفنيه اللي هي بتاعت بوتافوجو
اللي هي اللي عاملين احنا صور كده حالات فنيه لبوتافوجو، اوكي هتلاقي شوف الاجوان اللي جابوها، شوف الضغط المنظم بيضغطوا، هتلاقيهم بيضغطوا اهي، بص هي معانا على الاجوان الشاشه اهي. ده، الجونين اللي جابوهم في المباراه الاخيره اكيد قدام ساو باولو البرازيلي في الدوري. بص هنا محمد الضغط، بص تلاقي اتنين رايحين على الاتنين المساكين واتنين لسه جايين ورا، فالضغط بتاعهم بيبقى نموذجي. انت مضايقين المساحات على فكره. وبيضايقوا بيضايقوا المساحات بشكل كويس جدا. والضغط انت النهارده عندك رامي ربيعه وياسر ابراهيم. هنا السؤال، انا كمارسيل كولر هفكر ازاي ان انا اتعامل مع فرقه بوتافوجو دي في الضغط؟ هو كده مش مديك مساحه انك تبدا تمرر من تحت تمرر. تبني. فانت لازم لازم المدرب مارسيل كولر في الفتره دي اكيد بيفكر ازاي انا هتعامل مع الضغط ده. هل انا هبدا بثلاثه في وسط الملعب بحيث ان انا مثلا اعمل عمليه بناء الهجمه بشكل كويس؟ انت عندك كوكا، عندك مروان عطيه، عندك امام عاشور في وسط الملعب بيقدروا عمليه البناء الهجمه. بص هنا لما اتقطعت الكره، اتقطعت ارتدت بجون، كمل هات الصوره اللي بعدها، هنا ارتدت التحول، يعني عملوا ضغط كويس جدا وتحول سريع. وتحولوا وتحول سريع بشكل كويس جدا، لان هم عندهم قوه بدنيه من اقوى الفرق على المستوى البدني فرقه بوتافوجو البرازيلي. ما يأثرش فيهم الكم الماتشات اللي اتلعبت الكتير الفتره الاخيره دي ما مع هو رحله مريح، سفر؟ ما هو مريح النهارده اربع لعيبه. مريح اربع لعيبه. بص اللي طيب جاب الجون اللي هات الصوره اللي قبلها ثانيه واحده، هتلاقي سافارينو ده اللي هو اللي جاب الجون التسقيطه ده اللوب ده مش موجود النهارده، ده مريحه. مريحه النهارده. فينزويلي من احسن اللعيبه، من احسن صنع الالعاب بتاعه. هات اللي بعدها ده، بص الضغط ده الجون الثاني، بص الضغط على حارس المرمى. فانا بتخيل بس معاك الشناوي، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، انا هتعامل ازاي مع الضغط ده ومارسيل كولر؟ هل هبني على طرف من الاطراف سواء معلول او عمر كمال او اكرم توفيق ناحيه اليمين؟ هل هلعب بثلاثه في وسط الملعب يبقى يديك النوع زي ما عملت في ماتش اتحاد جده قبل كده، ورحت بادئ مثلا بكوكا ومروان عطيه ويبقى معاهم امام عاشور؟ ما هو النهارده الجهاز الفني هيتفرج على الفريق ده في الملعب، فاكيد من خلال متابعته بقى، بس هيشوف هيضع في الاعتبار برضو ان في غيابات موجوده. ان في اربع لعيبه مريحين من الاساسيين، بس اكيد هيبقى نفس الفكر. انت اللي قلق منه حته الضغط، ازاي كولر هيتعامل مع ده؟ ده اللي لازم يفكر فيه في خلال اليومين دول، هتعامل ازاي مع الضغط ده وازاي احل ده. طيب هات اللي بعدها، بص الضغط لما ضغطوا الحارس غلط، فاللعيبه في وسط الملعب اتقطعت، ارتدت بجون على طول. لان بص الكثافه العدديه يا محمد جوه منطقه الجزاء، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، خمس لعيبه من بوتافوجو رايحين ناحيه المنطقه، انتشار وكثافة انتشار وضغط. ضغط وضغط وانتشار بشكل كويس جدا، لانها لو عدت واحده منهم ده برضو خلي بالك يقول لك ايه، ان الهجمات المرتده اللي عليهم ممكن هتعمل تبقى لهم خطيرة مشاكل طبعا. لان هم بيندفعوا. فهات اللي بعدها برضو، اهو هنا ارتدت بجون. هو هنا المباراة دي كانت مع مين؟ ساو باولو اللي هي المباراه الاخيره الأخيرة في الدوري في البرازيلي. الدوري البرازيلي اللي هم كسبوها 2-1، كانوا اتقدموا بواحد وبعدين يبقى رجعوا هو الإيقاع اتعادلوا. بتاعه ثابت أيا كانت البطولة أو أيا كانت المنافس. ماشي، في صور تانية؟ منها بقى نطلع على تشكيل الاهلي اللي ممكن تشوفه كحل. بالشكل ده الاهلي لو انت في رؤيتك تشكيل تاني يبدا بيه ماتش السبت اللي جاي، ولا شايف الاهلي ممكن يلعب ازاي؟ الاهلي ممكن، انا عامل التشكيل يعني ممكن ده هو يكون معانا على التشكيل، الشاشه اهو. التشكيل اللي ممكن نشوفه كامثل نتكلم فيه، ان مثلا طبعا طريقه اللعب انا بشوف ان لازم ثلاثه في وسط الملعب، ما ينفعش ان انا في ماتش زي ده احط امام معلقه جنب وسام ابو علي. ليه؟ لان انا اصلا عندي مشكله في بناء الهجمه، وفرقه بتضغط عليا ضغط عالي، فانا محتاج ان انا اول حاجه في حراسه المرمى محمد الشناوي طبعا هو الاكثر خبره والقائد، وكمان مصطفى شوبير مش موجود، الاثنين المساكين ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. اشرف داري كنت اتمنى ان هو يجهز في الماتشات اللي فاتت، ان اشرف داري كان هيديك حل ان هو عنده بناء الهجمه من تحت بشكل كويس، للاسف ما كانش بس لسه. ياسر عمل ماتش اورلاندو، انا اديته رجل المباراه ياسر ابراهيم، عمل ماتش اورلاندو كان هايل فداخل فيت ان شاء الله الماتش الجاي. ففت، ورامي ربيعه في فورمه كويسه، فانت عندك ياسر وربيعه عاملين شكل كويس. طب او بالضغط ده تبدا باكرم؟ ابدا باكرم لسبب ان انا هم عندهم الجناحين يعني قويين جدا على مستوى المهاري. يعني انت عندك مثلا الجناح اللي هو لويس هنريكي اللي هو البرازيلي ده بيلعب في منتخب البرازيل اصلا دولي اللي هو رقم سبعه، والجناح الثاني تيجو المادا ده ارجنتيني الله اكبر. فبيلعب في منتخب الارجنتين برضه. انت بتلعب مع لعيبه دوليه. فانت النهارده تيجو المادا ده هتحط له، هو مريح النهارده، فانت لازم احط له واحد اكرم بدني. توفيق بدني اكتر وبيدافع بيقفل الجبهه دي بشكل كويس. الناحيه الثانيه يحيى عطيه الله، الثلاثه اللي في وسط الملعب مروان عطيه. قبل ما نكمل بقى نص الملعب لان محتاج اطلع فصل، تمام هناخد بس بريك كده بسيط، لان واضح ان التشكيله احمد ثابت مش عاملها بس مجرد لعيبه بمراكز وبس، لا كل واحد ليه دور وكل واحد هيلاعب مين من الفريق المنافس. هو دايما باني خطته على فرقه بوتافوجو اللي النهارده هتلعب دلوقتي مع باتشوكا المكسيكي. هنواصل مع حضراتكم ولكن بعد الفصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا كنا بنتكلم دلوقتي على التشكيله الافضل اللي ممكن يلعب بها الاهلي مباراه يوم السبت اللي جاي، وجينا عند منطقه وسط الملعب. ابو حميد، طبعا انت جيت عند منطقه مهمه جدا اللي فيها العمليات كلها. دي اهم حاجه، دي لو انت وسط ملعبك في المباراه دي فايق، النادي الاهلي هيبقى فايق. لو نصار التشكيله معانا على الشاشه. فطبعا مروان عطيه جنبه، امام عاشور، واحمد نبيل كوكا. ممكن حد يقول ادخل اكرم في وسط الملعب، يعني ممكن لو استعرضنا هذه التشكيله دي مروان عطيه وامام عاشور وكوكا، ممكن فعلا اكرم يخش برضه، بحيث ان هو دي التشكيله الثانيه هي اكرم وعمر كمال هو اللي يبدا. بس هنا ساعتها هيبقى في مغامره شويه بعمر كمال في المكان ده، هيلعب على لعيب زي تيجو المادا اللي هو اللعيب الارجنتيني، وطبعا لويس هنريك الجناحين، ف يعني هتبقى فيها ممكن تدخل واحد زي خالد عبد الفتاح. انت عايز حد دفاعي صرف. خالد عبد الفتاح مثلا، لو انت حبيت تدخل اكرم ممكن تحط خالد عبد الفتاح ناحيه اليمين بحيث ان انت تقفلها. هات التشكيله الاولانيه تاني بقى. ماشي. انت عندك ليه كوكا وليه مروان عطيه وامام عاشور؟ انا النهارده بقابل فرقه زي ما قلنا بوتافوجو تحديدا، او حتى باتشوكا برده مميزين في الضغط، الاثنين عندهم ضغط كويس، فانا عايز احل مشكله بناء الهجمه. امام عاشور يقدر ينزل يستلم بين الخطوط ديت ويحرك الفرقه لقدام، كوكا كذلك، مروان عطيه هو اللي بيديك الحمايه قدام ياسر وقدام ربيعه. الثلاثه اللي قدام لا خلاف طبعا على اسامه ابو علي، هو اللعيب اللي يقدر يعمل لك الضغط قدام، ويقدر يعمل لك الشراسه، ويقدر يعمل لك التحولات. وسام عنده ميزه ان هو يعني هو مش بينزل دايما كتير، لا هو دايما عايز ياخد في مساحه، عايز ياخد في ظهر المدافعين، فدي ميزه كبيره خاصه في الماتشات الكبيره لما تقابل فرق زي فريق برازيلي او فريق مكسيكي، هيبقى خطوطهم مفتوحه شويه عكس الدوري المصري، فوسام بيظهر بشكل احسن. الجناحين طاهر محمد طاهر عامل موسم كويس، ورضا سليم برضو اداؤه في المباراه الاخيره ممكن يكون ليه دور، حتى لو ما بداش ممكن يكون في الشوط الثاني عامل اداء كويس. لكن انت شايف افضل جناحين يبداوا طاهر وحسين؟ لان قدراتهم الدفاعيه كويسه، بيدافعوا بشكل كويس قوي، هم حالتهم البدنيه والفنيه هم الاجهز، هم الاقوى دلوقتي. حسين الشحات عامل موسم كويس، وطاهر طبعا عامل اداء من بدايه الموسم كويس جدا. طيب عموما ده شكل التشكيله المثاليه اللي ممكن نلعب بها يوم السبت ايا كان المنافس بقى، سواء باتشوكا المكسيكي او حتى بوتافوجو البرازيلي. طب ما تيجي نطمن على المباراه اللي بدات بقى لها 10 دقائق. نروح دلوقتي لزميلنا فاروق صلاح، موفد قناه الاهلي، اللي متواجد مع بعثه النادي الاهلي في قطر، واللي حاليا مع الجهاز الفني واللاعبين في ملعب 974 عشان يتفرجوا على المباراه من داخل الاستاد. فاروق مساء الفل. برحب بك يا محمد، وبرحب بالدكتور احمد ثابت، وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يا رب يا محمد تكمل على خير، يا رب ان شاء الله نكمل ليوم 18، وان شاء الله النادي الاهلي يتجاوز عقبه سواء يعني طبعا الجميع في انتظار الفائز من مباراه بوتافوجو وباتشوكا، اللي انت زي ما قلت يا محمد احنا بنلعب دلوقتي 13 دقيقه من الشوط الاول. التعادل الثالث لسه ما بين الفريقين طبعا على الساعه 9-4. طيب اولا عايز اعرف منك، كان متوقع ان الجهاز الفني بس اللي يروح يتفرج على الماتش، لكن انا جات لي الصور وشفت لقطات جهاز فني ولاعيبه، الكل راح عندك ولا في ناس راحت وناس لسه في الاوتيل؟ لا يا محمد، يعني كان مستر مارتن كولر وكان واخد قرار بالجهاز الفني بالكامل باللاعبين مشاهده المباراه من ارض الملعب. قدامنا ايه الصور على الشاشه؟ كان تمام. يعني زي ما انت عارف يا محمد ان ده كان ايضا احد الاسباب ان الفريق جه قبل المباراه بيوم علشان يكون موجود في ارض الملعب ايضا، ان هو يتابع المباراه من ارض الملعب. طبعا وانت بتتفرج على المباراه او الجهاز وهو بيتفرج على المباراه، ياسين البكاري وكارلوس طبعا انت عارف محلل اداء النادي الاهلي بيركز على بعض التفاصيل. يعني اعتقد الكفه ما بين الفريقين حتى يعني لحد دلوقتي واحنا بنلعب في 13 او 14 دقيقه، لسه ما فيش فريق ليه الغلبه او فريق ليه السيطره على الجيم لحد دلوقتي. الجماهير اللي جايه مع فريق بوتافوجو عددها قليل، ولكن ده السؤال الاهم، ده السؤال الاهم، واخدين مساحه في ملعب 974 ولا العدد قليل قوي يا فاروق؟ لا يا محمد، يعني تقدر تتكلم في حوالي يمكن 300 فرد فقط من جمهور بوتافوجو. الغالبيه العظمى اللي انا شايفها في الاستاد هي جماهير الاهلي وجماهير الجاليه المصريه اللي حريصه انها تتفرج، عايزه تتفرج تشوف مين الفريق اللي هيلاعب النادي الاهلي. زي ما انت عارف يا محمد ان الاستاد 974 بيتسع ل 44,000 متفرج. بتتكلم في الساعة الحالية يعني لا تتعدى ال 5,000 او المتواجد حاليا 5,000 او 7,000 ده في الاستاد بالكامل. يعني المنتظر او مش المنتظر، المؤكد ان الساعة الرسمية الخاصة بجماهير النادي الاهلي في انتظار اي فريق هي انتهت بالكامل، فالمشهد هيبقى مختلف في مباراة الاهلي. زي ما قلنا محمد الجهاز باللاعبين في ارض الملعب بالكامل بيتفرج بالكامل، الجهاز الفني بالكامل بكل افراده.
اللاعبين بالكامل موجودين في ارض الملعب بيتابعوا. عايز اتكلم برضو على حسن الاستقبال والضيافه محمد اللي بعت السلام اللي تلقاها هنا في قطر. اعتقد من الامور اللي دايما يعني انت عارف محمد اينما بيتواجد النادي الاهلي بيشوف حسن الضيافه حسن الاستقبال لقيمه ومكانه النادي الاهلي من ابناء قطر او من مسؤولي قطر وايضا من مسؤولي الاتحاد الدولي اللي بيقدروا جدا جدا قيمه النادي الاهلي. طيب اخر حاجه الحاله المعنويه، التدريب النهارده في ملعب الارسال كل الامور على ما يرام ان شاء الله يا فاروق؟ يعني النهارده محمد نقدر نقول ان الفريق ادى تدريبه الاول على ملعب الارسال وده الملعب اللي هيستضيف تدريبات النادي الاهلي ان شاء الله يعني على مدار ايام سواء المباراه الاولى مباراه كاس التحدي وباذن الله يا رب تكمل على خير ونكمل حتى مباراه ريال مدريد هيكون طبعا على ملعب نادي الملعب الارسال. عايز اقول لك واحد من افضل الملاعب وده بالمناسبه كان الملعب التدريب الخاص لمنتخب البرازيل اثناء بطوله كاس العالم اللي اقيمت هنا في قطر، يعني ايضا مقر الاقامه اللي بيقيم فيه النادي الاهلي هو مقر الاقامه اللي قد بيقيم فيه المنتخب البرازيلي. تدريب اول بيدي لك مشاهد بيدي لك يعني امور كده بالنسبه للمستر كولر، يعني انا سمع كلامك وكلام الدكتور احمد ثابت يا محمد وهو بيتكلم في الاجنحه وفي خط الوسط مين؟ اعتقد واحده من اصعب المراحل بالنسبه لمستر مارسيل كولر في اختيار 11 لاعب للمباراه القادمه. كل اللعيبه محمد الحمد لله يعني باستثناء لاعب واحد فقط اللي بيؤدي يعني الجزء الاخير من برنامجه التاهيلي اللاعب محمد عبد الله، باستثناء هذا الامر تقدر تقول لا في حاله جاهزيه في عند اللعيبه حاله من الشغف الكبير قوي انهم يكونوا موجودين في ارض الملعب يفرحوا الجمهور باذن الله. كل مكان بتمشي بتقابل جمهور النادي الاهلي. يا رب يا محمد يعني نكون عند حسن ظن الجمهور، التوفيق يكون مع النادي الاهلي ان شاء الله. بانتظار بقى المباراه اللي زي ما بقول لك يا محمد دلوقتي الدقيقه 17 لسه تعادل سلبي ما بين بوتافوجو وباتشوكا. مش مشكله حتى لو تعادل سلبي لسه في اكسترا تايم، خليهم يلعبوا اكسترا تايم ويزودوا في الوقت شويه عشان ياثر بدنيا على ماتش يوم السبت اللي جاي ويكون الاهلي في اتم الجاهزيه. فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق يا رب كالعاده في تغطيه متميزه. وش السعد دايما مع بعثه النادي الاهلي في اي رحلات خارجيه. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. لسه هنكمل معاك ولسه عندنا ملفات واكتر من موضوع هنتكلم فيه، ولكن نخرج الى فاصل ثم نواصل. اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند، وما زال التعادل السلبي بين فريقي بوتافوجو البرازيلي امام باتشوكا المكسيكي. المباراه المقامه الان على ملعب 974 في قطر، والفائز سيواجه الاهلي يوم السبت المقبل. المباراه ما زالت تعادل سلبي يا دكتور احمد، ولو هسالك عن فريق بوتافوجو اللي المفروض دلوقتي يكون متقدم، ولكن انا شايف المباراه حسب مجريات المعلومات اللي عندنا دلوقتي ان هي 50-50، يمكن باتشوكا ضغط اكتر، عنده محاولات اكتر، يمكن اول 24 دقيقه باتشوكا 6 محاولات على المرمى، بوتافوجو محاوله واحده بس، بوتافوجو استحواذه اكتر 53% في اول نص ساعه مقابل 47% لباتشوكا المكسيك. طب طريقه لعب بوتافوجو وتشكيلاتهم انت شايفها ازاي؟ ولو محضر حاجه وهل ممكن تكون مختلفه عن اللي بيحصل دلوقتي؟ هو عنده اربع لعيبه مريحهم النهارده، يعني اليكس تليس وفيراتس وسافارينو رقم 10 وتييجو رقم 23. لو نستعرض التشكيل هو دايما بيلعب بال 4-2-3-1. المدرب تشكيل بوتافوجو البرازيلي هو معانا، المدرب ارتور جورج طبعا اللي هو البرتغالي بيلعب بال 4-2-3-1، جون فيكتور في حراسه المرمى، الاثنين المساكين ايدرلسون والكسندر باربوزا رقم 20، الباك اليمين فيتينهو وبديله ماتيو بونتي، هو اللي ممكن يبدا لو كسبوا يعني قدامنا هيبدا ماتيو بونتي والكس تيليس اللي هو مش بيلعب النهارده اللي هو مريحه البرازيلي والاثنين اللي في النص جريجوري ومارلون. مارلون ده مريح الكابتن برضه، عنده 29 سنه بادئ مكانه النهارده الن، عنده 33 سنه. الثلاثه اللي قدام اللي هم تحت راس الحربه دول ما بيغيرش فيهم خالص، النهارده مغير منهم اثنين. يعني اجهاد بقى ضغط الماتشات والسفر. يعني لويس انريكي ده واحد احسن لعيب في الدوري البرازيلي وهداف الفرقه ومعانا ليه احصائيه هنعرضها دلوقتي. ده انتقل ب 47 مليون يورو. لعيب مميز جدا. وجيفيرسون اللي هو الفنزويلي ده صانع العاب مميز جدا، ده برده مش بادئ النهارده، وتيجو المادا ده بيلعب في منتخب الارجنتين، يعني في ثلاثه في الاربعه اللي قدام دول دوليين، وايجور خيسوس ده مهاجم منتخب البرازيلي الاول. يعني الاربعه اللي قدام دوليين، لويس انريكي وايجور خيسوس الاثنين دول في منتخب البرازيل، جيفيرسون في منتخب فنزويلا، وتيجو المادا في منتخب الارجنتين.
هات الصوره اللي بعدها، دايما هو في بناء الهجمه بيحولها بيلعب بثلاثه ورا. الفريق البرازيلي ده يعني هي على الورا 4-2-3-1، بس بتتحول ل 3-4-3 من خلال ان جريجوري اللي هو اللاعب الارتكاز اللي في وسط الملعب بيرجع كثالث ورا معاهم، ومارلون اللي هو اللي في وسط الملعب بيتحول بيبقوا 3-4-3. يعني طريقه اللعب اثناء والكوره معاهم بيبقوا 3، يعني شوف بقى بيهاجموا بكام واحد، 1-2-3-4-5-6-7 لعيبه. فالفرقه بتبقى زي ما شفنا كده الضغط من شويه لما جبنا حالات الضغط، بتلاقي الفرقه 7 لعيبه قدام وثلاثه ورا بس. انت لو عرفت تعمل يعني لو عرفت تعمل هجمات مرتده كويسه منظمه في ظهر الاثنين الظاهرين تقدر تضربهم بشكل كويس. معانا برضو هات الصور الباقيه اللي هي بتاعه الدوري البرازيلي، هتلاقيهم عاملين احصائيات كويسه. ده مثلا بوتافوجو صفحه 433 منزله ان بوتافوجو ثالث نادي في التاريخ يجمع ما بين الدوري السيريا اي الدوري البرازيلي والكوبا ليبرتادوريس في نفس السنه، يحقق الثنائيه ديت. فلامينجو 2019 سانتوس عملها مرتين 62 و63 ايام ما كان سانتوس بقى. طيب اللي بعد كده برضو في معانا لويس هنريكي، هات الصوره بتاع ده. لويس هنريكي ده الخطير رقم 7، ده على فكره بيلعب النهارده في الماتش. ده اللي انت كنت لسه بتتكلم عليه اللي هو رقم 23، حقق اللقب، اخذ احسن لاعب واحسن مهاجم، الجوائز اللي على الارض دي اللي هي اخذ احسن لاعب واحسن مهاجم، وجاب 7 تجوان في الدوري البرازيلي وثلاثه اسيست، وانضم لمنتخب البرازيل في المباراتين الاخيرين في تصفيات كاس العالم. طيب باتشوكا عندهم لاعب فنزويلي ولاعب مغربي. باتشوكا عندهم عندهم لعيب مغربي اسمه لويس ادريسي، يمكن هقول لحضرتك عليه اهو، يمكن طبعا ده من اللعيبه المميزه، اسامه الادريسي رقم 11. ده لعيب مغربي، وفي يعني ايه اتنين من فنزويلا بيقابلوا بعض في الماتش ده النهارده. بوتافوجو عندهم جيفرسون اللي هو رقم 10، ده قاعد على الدكه النهارده وهو صانع الالعاب الاساسي في فرقه بوتافوجو. طيب اما سالمون روندون اللي هو المهاجم بتاع باتشوكا، ده الكابتن، واحد من المهاجمين الكويسين جدا، اتنين من فنزويلا بيلعبوا بعض. ف الاهلي ما لعبش مع الفرق المكسيكيه كتيره، يمكن لعب مع باتشوكا قبل كده في اليابان، مباراه كنا فاكرينها واتلعبت في ظروف كانت صعبه جدا، درجه حراره وبدري قوي وكلام كتير، لكن امام الفرق البرازيليه الاهلي عنده سجل كبير من ماتشات الفرق البرازيليه. عنده سجل، بس المشكله ان احنا ما كسبناش غير ماتش واحد وكان بركلات الترجيح. على بالميراس. على بالميراس، ده السجل بتاع النادي الاهلي، يمكن لو استعرضنا حتى السجل هتلاقي النادي الاهلي الاول سنه 2006 النادي الاهلي خسر قدام انترناشونال 2-1، ده كان في نص نهائي كاس العالم، دي اول مواجهه. المواجهه الثانيه كانت قدام كورينسيانز خسرنا 1-0. بعد كده 2020، بص بقى في اخر 4 سنين بدانا نقابل الفرق البرازيليه كتير، بص النادي الاهلي بيحطك فين قدام الفرق البرازيليه. طبعا اول انتصار كان 2020 لما كسبنا بالميراس، اتعادلنا معاهم 0-0 وكسبناهم بركلات الترجيح. تمام. التصدي الشهير بتاع محمد الشناوي. سريعا يا دكتور. 2021 قابلنا بالميراس خسرنا 2-0، 2023 خسرنا من فلامينجو 4-2، السنه دي السنه اللي فاتت خسرنا من فلومينينزي 2-1. وابرز 2-0. المواجهات بين الاهلي مع الفرقه المكسيكيه 2006 البرونزيه لما الاهلي كسب كلاب امريكا بهدفين مقابل هدف، والهدف الشهير من ضربه ثابته لمحمد ابو تريكا. يعني لعبنا مع مونتريي، لعبنا مع كلوب امريكا، لعبنا مع باتشوكا، ولكن العمليه يعني قريبه جدا ما بين المكسيك او حتى البرازيل، ان شاء الله الاهلي يكون موفق باذن الله. البرازيل مهاره اكتر، حرفنه اكتر، صح، لعيبه عندهم خبرات ودوليين اكتر، المكسيك عندهم القوه البدنيه اكتر. انا بتكلم على الاحصائيات كاهلي، خد برونزيه من فريق مكسيكي، خسر من باشوكا، لكن على مدار الفرق البرازيل الاهلي ما كسبش غير مباراه واحده، وخدنا برونزيه من فريق برازيلي بالظبط، بالميراس كانت بركلات الجزاء في قطر. فان شاء الله يكون وش الخير علينا يا رب ان شاء الله، سواء كده او كده يعني ان شاء الله باذن الله. دكتور احمد نورتني وشرفتني. الله، ده نور حضرتك، بكون سعيد دايما بالتواجد مع حضرتك ودايما متالق كده. بشكر حضراتكم بالتأكيد في الختام على حسن المتابعة والمشاهدة، نتمنى التوفيق يا رب للنادي الأهلي في هذه البطولة الغالية، بطولة جديدة وكاس جديد قاري يوم السبت اللي جاي، ولما لا تبقى كاسين مش كاس واحدة، إن شاء الله بإذن الله الأهلي يكون موفق في هذه البطولة وفي رحلة المشوار في قطر. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.